السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم مشاهدينا وأهلا بكم في عدد جديد من برنامج هذا الصباح الذي يأتيكم مباشرة على إخبارية التلفزيون الجزائري وعلى مدار ثلاث ساعات ابتداء من الآن. سنناقش عدة محاور ومواضيع، بداية بملف الأمن والسلامة، وموضوعنا اليوم حول دور الدرك الوطني في مكافحة المساس بالبيئة والصحة الحيوانية. إلى ملف الصحي سنناقش أيضا موضوع صحة وجمال الجلد والبشرة، خاصة مشكل حب الشباب، الأسباب، وهل يمكن أيضا تفادي مشكل حب الشباب، وعدة أسئلة أخرى ستجيبنا عنها الطبيبة المختصة. إلى ملف البيئة والطاقة المتجددة سنتناول أيضا موضوع آفاق الهيدروجين الأخضر وكذا الرهانات المستقبلية. إلى ملف المالية وجديد قطاع الضرائب في إطار تجسيد إذن برنامج عصرنة الإدارة الجبائية، وهذا بهدف تشجيع الاستثمار. إلى ملف آخر، إلى ملف الفلاحة والتنمية الريفية، سنتناول إذن موضوع أهمية الري التكميلي في إنتاج وتطوير شعبة الحبوب. إلى ملف المياه والري وكذا مساهمة التكنولوجيا الناشئة في الفلاحة الصحراوية وكذا تحقيق مسعى وتحديات الدولة في الأمن المائي للتنمية المستدامة. إلى ملف الثقافة والفنون، وموضوعنا اليوم حول حماية التراث الثقافي في الجزائر وتحديات أيضا وأفاق. إلى ملف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة والحديث عن مختلف التتويجات والمشاركات المحلية والدولية في مجال الروبوت وكذا اللغة الإنجليزية. والصباح الرياضي حاضر معنا بجديد، أخبار الرياضة وكذا محطتنا الإخبارية على رأس كل ساعة. إذن ورقة لأحوال الطقس مشاهدينا مع زميل الكريم مرزوق، ثم لنا عودة. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. تحية صباحية مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. اضطراب جوي كان نشيط الفعالية ميز ليلة الأمس تقريبا جل المناطق الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعات. إذا خلال صبيحة اليوم سحب سفلى كثيفة، احتمال بعض القطرات من الأمطار غير مستبعدة على الوجهة الغربية على السواحل وكذلك المرتفعات، لتصبح الأجواء غائمة طيلة النهار إن شاء الله حتى على الوجهة الوسطى، لتلتحق الأمطار أو عودة الأمطار خلال الليل إن شاء الله على الوجهة الساحلية الغربية والوسطى، بينما تواصل للأمطار خلال نهار اليوم إن شاء الله تقريبا على جل المناطق الشرقية على السواحل وكذلك المرتفعات، وكذلك تساقط للثلوج على المرتفعات الوسطى الشرقية وكذلك الشرقية على منطقة الأوراس. هبوب رياح قوية تقريبا على جل المناطق الشمالية بإمكانها أن تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة. سحب سفلى كثيفة على منطقة الواحات مع زوابع رملية ستنشط بكثرة على كل من الصحراء الوسطى أقصى الجنوب حتى على مناطق الجنوب الشرقي أقول، لتلتحق على الهضاب العليا الوسطى والغربية. سجلنا خلال هذه الصبيحة طقس بارد درجتين على سطيف وباتنا، مقاييس ما بين 9 درجات إلى غاية 11 درجة على السواحل، ثم درجات على كل من غردية طنرة ستواجهنات 16 درجة على الصحراء الوسطى. خلال الظهيرة درجات الحر القصوى إذا تبقى منخفضة، 10 درجات على السعيدة البيض ونعامة، 11 درجة على سطيف، 16 درجة على العاصمة، 23 درجة على بشار، 29 درجة لغاية 30 درجة من الصحراء الوسطى نحو تندوف، 32 درجة كالمقياس على أقصى الجنوب. أما البحر خلال نهار اليوم سيبقى كثير الاضطراب على السواحل الوسطى وحتى على السواحل الشرقية، مضطرب على السواحل الغربية لكن الرياح قوية ضمن التيارات غربية أحيانا شمالية غربية بإمكانها أن تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة. أمطار رعدية إن شاء الله ستتهطل خلال نهار اليوم إن شاء الله على دالاس، كذلك واشنطن حتى على فانكوفر مع 6 درجات، أجواء مشمسة على مكسيكو مع 27 درجة، طقس غائم، سحب سفلى كثيفة على موريال ونيويورك، مقاييس ما بين 3 درجات إلى غاية 9 درجات. غروب الشمس لنهار اليوم بداية الأسبوع على مستوى العاصمة سيكون إن شاء الله على 6:23 دقيقة. يومكم سعيد والسلام عليكم. We'll be right back.
قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. بداية بملف الأمن والسلامة، وموضوعنا اليوم حول دور الدرك الوطني في مكافحة المساس بالبيئة والصحة الحيوانية. وللحديث أكثر في الموضوع أسعد باستضافة المقدم جرفي لطفي، رئيس مكتب الشرطة الخاصة بقسم الوقاية والأمن العمومي لقيادة الدرك الوطني. أهلا بك سيدي. صباح الخير لكم ولجميع الطاقم الحصة وكذا المشاهد الكريم. شكرا لتلبية الدعوة. أيضا بداية الحديث نتحدث عن واقع البيئة في الجزائر. مصطلح البيئة بصفة عامة كان في وقت مضى يقتصر على طبقة معينة، هي طبقة المثقفة، الدكاترة والباحثين في إطار ملتقيات وندوات علمية. أما في الآونة الأخيرة فأصبح هذا المصطلح حديث العام والخاص، يتناوله جميع شرائح المجتمع بما في ذلك الشخصيات السياسية والمجتمع الدولي. لماذا؟ لأنه يرتبط بعدة مصطلحات أخرى. احنا كنقولوا البيئة، واش يتبادر في ذهننا؟ يتبادر في ذهننا كلمة التلوث، التغيرات المناخية، صحيح، الاحتباس الحراري، صحيح، التنوع البيولوجي. وبالتالي كل هذه المصطلحات أصبحت متداولة لعدة أسباب، وذلك لخطورتها وأهميتها في الواقع المعاش. الإنسان بدوره وبطبيعته يسعى دائما إلى تحسين مستوى المعيشة باستغلاله واستثماره في الموارد الطبيعية خدمة لمصالحه، نعم، دون اكتراثه بما حوله وتأثيره السلبي على الوسط الذي يعيش فيه. ونلاحظ ذلك من خلال تطور المجتمعات، على سبيل المثال اتساع المناطق السكانية والعمرانية، واش راح يقابلوا انتشار النفايات، انتشار المفارغ الفوضوية التي بدورها تستقطب الحيوانات الضالة، صحيح، وتعتبر أيضا بؤر لانتشار الحشرات وبالتالي، نعم، تهديد الصحة العمومية. لو نتكلم أيضا على التطور الصناعي والمنتجات والمنشآت التي بدور المنشآت الصناعية والتي بدورها تعتبر تنتج النفايات السائلة والغازية، مثال النفايات السائلة للمنتجات الصناعية للمنشآت الصناعية، نعم، التي تتسبب في نفوق الأسماك ونفوق أيضا بعض المواشي والحيوانات والثدييات. أما فيما يخص كنتكلموا على النفايات الغازية، نتكلم عن المعادن الثقيلة والمسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، خاصة وأن الجزائر تقع في الدول شمال إفريقيا واللي تأثرت بدرجة الحرارة العالية في الآونة الأخيرة، واللي تسببت أيضا في جفاف التربة، في نقص المسطحات المائية، في نقص المياه الجوفية. ونشوف بأن بعض الفلاحين أصبحوا يعانوا من نقص المياه في مجال الزراعة، وذلك بسبب نقص المياه الجوفية ونقص شح الأمطار، شح الأمطار التي تتغذى من التي تزود المياه الجوفية. وبالتالي لا ننساوش أيضا الممارسات السلبية لبعض المواطنين من خلال قطع الأشجار، نهب الفلين، بالإضافة إلى نهب الرمال، صحيح، بأحد أسباب العوامل التعرية واللي تسبب في كوارث طبيعية كبيرة. ايضا تتسبب رمي النفايات في المناطق الغابيه والتي تتسبب في الحرائق والتي تاتي على الاخضر واليابس وتسبب في خسائر سواء ماديه او بشريه وتدمير الثروه الغابيه والحيوانيه. ما ننساوش ايضا كل هذه المؤثرات قد تتسبب في تغيير سلوكيات الكائنات الحيه، والمقصود بذلك نعطيكم مثال بسيط من خلال تدهور المناطق الرطبة في الجزائر واللي كانت تستقطب الآلاف من الطيور المهاجرة، في الوقت الحاضر أصبحت شبه منعدمة. صحيح. كل هذه المؤثرات وكل هذه جعلت المجتمع الدولي والدول تعمل على إعطاء أهمية لهذا الجانب من خلال عقد مختلف الاتفاقيات الدولية، صحيح، البروتوكولات، وكذلك إن لم تكن يعني فعالة، نعم، لعدم وجود آلية لمراقبة تنفيذ البنود المتفق عليها، إلا أنها تلعب دور في حد على الأقل من انبعاثات الغاز بعملها الوقائي والتحسيسي.
لو نتكلم عن الجزائر، الجزائر يعني سباقة في هذا الموضوع في مجال البيئة. نعم. ومن خلال مصادقة على مختلف الاتفاقيات الدولية. نعم. على غرار اتفاقية رامسار سنة 1982 المتعلقة بالمناطق الرطبة، بروتوكول كيوتو، ريو دي جانيرو، وأعرفت صحوة كبيرة منذ بداية الألفية الثالثة. نعم. يعني وذلك من خلال تبني عقيدة ترتكز على مصطلح التنمية المستدامة، إدراج مصطلح التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. نعم. بالإضافة أيضا إلى سن المشرع الجزائري إلى ترسانة من القوانين، قوانين منها قانون 01/19/01 المتعلق بتسيير النفايات وإزالتها ومراقبتها، بالإضافة إلى قانون 02/02 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، والقانون 10/03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والقوانين كثيرة في هذا المجال. طيب المقدم جرفي، نتحدث أيضا عن استراتيجية الدرك الوطني في مجال حماية البيئة. استراتيجية الدرك الوطني يعني فهي تواكب توجهات الدولة في هذا المجال، وترتكز على جانبين، الجانب الوقائي والجانب الردعي. نعم. بخصوص الجانب الوقائي، وتتمثل في إطار المراقبة العامة للإقليم، قيام بدوريات عبر المناطق الصناعية، قيام أيضا بزيارة ميدانية للمناطق والمحميات الطبيعية، التنسيق مع جميع الشركاء الأمنيين في كل ما يتعلق بتبادل الخبرات وتبادل المعلومات، بالإضافة أيضا إلى تفعيل الدور الجواري والتنسيق مع مختلف المتدخلين من ممثلي المجتمع المدني، الجمعيات وإلى آخره، والمشاركة في عمل التحسيسية سواء في الوسط المدرسي أو الجامعي أو إلى جميع شرائح المجتمع. جيد. والمشاركة أيضا في مختلف الملتقيات وأيام الدراسية المتعلقة بالبيئة. هذا بالنسبة للجانب الوقائي. فيما يخص الجانب الردعي، وهنا يعني التنفيذ الصارم لقوانين الجمهورية من خلال رفع المخالفات وتحرير يعني المحاضر، القوانين الردعية أيضا والترسانة القانونية في لحماية البيئة ومعاقبة أيضا مجرمي أعداء البيئة أيضا. بالطبع، وذلك يتم إلا من خلال مهام الشرطة القضائية في هذا المجال. صحيح. والشرطة الإدارية الخاصة بالضبط من خلال رفع المخالفات وتقديم وتحرير المحاضر وتقديم الأشخاص أمام الجهات القضائية. نعم. وفي ذلك ومن خلال ذلك أيضا الدعم التقني، تقديم الدعم التقني للوحدات الإقليمية من خلال إنشاء فرق متخصصة في مجال حماية البيئة. جيد. طيب لو نتحدث المقدم جرفي عفوا بلغة الأرقام حول إحصائيات أيضا وعدد القضايا في هذا السياق. بالنسبة للأرقام، فقد عالجت الدرك الوطني، نعم، وحدات الدرك الوطني حوالي 65,000 قضية، نعم، متعلقة بحماية البيئة. أهمها تلك تتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها بنسبة 70%. نعم. بالإضافة إلى قضايا تتعلق بنشاطات الطب البيطري وحوالي 9,000 قضية، 5,000 قضية تتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، نعم، و 3,000 قضية تتعلق بالموارد المائية، 1,400 قضية تتعلق بالثروة الغابية، وكذلك 1,062 قضية تتعلق بالصحة النباتية. نعم. من خلالها تم توقيف 70,000 شخص، أودع منهم 1,700 شخص الحبس. أما بالنسبة لو نقارن هذه الإحصائيات مع السنة الفارطة، نعم، نلاحظ ارتفاع في عدد القضايا ب 13% وارتفاع أيضا في عدد الأشخاص ب 12%، عدد الأشخاص المتسببين في تلك القضايا. نعم. نعم. طيب المقدم جرفي، أيضا لما نتحدث عن يعني المساس بالبيئة، نتحدث أيضا عن الصحة الحيوانية وحماية هذه الصحة الحيوانية. الدرك الوطني يعني بصفته شريك فعال معني بمكافحة كل أشكال الجريمة، نعم، بما فيها تلك الاعتداءات على البيئة بصفة عامة. نعم. الصحة الحيوانية تدخل دائما أيضا في ضمن القانون 10/03، ضمن قانون الصيد، قانون الغابات،
كلها تلك المتعلقة بالمنتجات، بصناعة المنتجات مصدرها حيواني غير معروف أو والأكثر القضايا المعينة والمعالجة تلك متعلقة بالذبح غير الشرعي. نعم. والمذابح الفوضوية أو العشوائية غير الشرعية أكثرها الدواجن والموجهة للسوق، وبالتالي تم حجز كميات كبيرة في هذا المجال. نعم. خاصة فيما يتعلق باللحوم غير الخاضعة للرقابة البيطرية. حتى الصيد العشوائي أيضا. الصيد العشوائي في هذا المجال الدرك الوطني في إطار التعاون مع مصالح الغابات تقوم بإعداد مخطط عمل ميداني يرتكز على المراقبة خاصة في خلال الفترة غير المعنية بالصيد. وفي هذا المجال أيضا قامت يعني الدولة بإعداد برنامج بحيث ومجموعة من الإجراءات من خلال عدم قيام بالصيد فردا، وبالتالي يقوم الصيد يتم إلا عن طريق جمعيات معتمدة وتحت مراقبة مصالح الغابات المعنية. جيد. طيب هل لديكم أيضا على مستوى يعني الدرك الوطني هل لديكم مخطط تنسيقي مع مصالح أخرى أكيد لمحاربة هذه الظواهر التي تمس بربما التوازن البيئي؟ سبق وأن ذكرنا بأن الدرك الوطني هو شريك فعال في جميع لمحاربة كل أشكال الجريمة. بالطبع فهو يقوم بالتنسيق في الجانب الوقائي والردعي أيضا، خاصة في الجانب الوقائي يقوم بالتنسيق مع جميع الشركاء الأمنيين، وخاصة وعندنا اتفاقية تعاون مع أيضا مع مصالح الغابات في هذا المجال، سواء يتمثل في تبادل الخبرات، تبادل الزيارات، القيام بزيارات ميدانية ودوريات مشتركة عبر المناطق والمحميات الطبيعية، أيضا في مجال تكوين أفراد في مجال حماية البيئة، وأيضا مع جميع المصالح الأمنية كل ما يتعلق بحماية البيئة والصحة النباتية والحيوانية. طيب فيما يتعلق بالصحة الحيوانية نتحدث أيضا عن آليات حماية الصحة الحيوانية والقوانين أيضا الردعية من أجل حمايتها أيضا. بالطبع قانون 03/1003 أيضا يتكلم على الصحة الحيوانية، قانون الصيد قانون الصيد المتعلق ب قانون 0704 المتعلق بالصيد، أيضا قانون 02/11 المتعلق بالمجالات والمحميات البيئية، وقانون 10/03 لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. جميل. العمل يرتكز دائما على القيام بدوريات لمنع تمرير أو دخول حيوانات غير ليست محلية، وبالتالي من شأنها تهديد السلالات المحلية المحلية موجودة خاصة على مستوى أيوة الوطني، وأيضا من خلال حجز المنتجات يعني مصدرها حيواني. نعم. بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وقائية من خلال العمليات التحسيسية. جيد جيد. بالحديث عن العمليات التحسيسية يعني ضرورة نتحدث عن نقطة مهمة جدا وهي ضرورة التحسيس أيضا والتوعية، لأن حماية البيئة وحماية الصحة الحيوانية هي من مسؤولية الجميع. بالطبع يبقى العمل الرئيسي والمهم هو العمل الوقائي من خلال برمجة حملات تحسيسية لفائدة الوسط المدرسي، أيضا حملات تحسيسية لفائدة جميع شرائح المجتمع في هذا المجال، بالإضافة إلى التنسيق الدائم مع مصالح الغابات في هذا المجال. طيب نتحدث أيضا عن مثلا السلوكات العشوائية ربما الأكثر شيوعا التي تهدد الطبيعة على ربما على مستوى الغابات أو بالطبع على خاصة على مستوى أيضا المحميات أيضا. بالطبع المواطن من خلال تصرفاته بعض المواطنين من خلال سلوكياتهم الممارسة سلوكيات سلبية
ممارسة السلوكيات السلبية من خلال قطع الأشجار، نهب الفلين، الفلين خاصة أيضا نهب الرمال التي تعتبر عامل من عوامل التعرية والتي تتسبب في خلق ظواهر طبيعية مدمرة كالفيضانات كالزلازل كالأعاصير، وبالإضافة أيضا إلى الحرائق التي تأتي على اليابسي والأخضر. صحيح، وبالتالي هذه أيضا تتسبب قطع الأشجار، تتسبب في انزلاقات التربة اللي تسبب أيضا في تدمير، تجعلها تدمير المباني، غلق الطرق وغلق ممرات السكك الحديدية. وبالتالي فإن المواطن هنا يقوم بعض المواطنين تقوم بتدمير ما حوله دون أن يشعر في هذا المجال. المهم هو الهدف انه الربح في تلك الفتره فقط. صحيح صحيح. طيب نتحدث ايضا عن ربما الدورات التكوينيه التي استفادت منها اعوان الدرك الوطني. الدرك الوطني يعني من خلال برنامجه في اطار تطوير يعني في مجال التصدي لمختلف الحوادث الطبيعيه. نعم، قام بانشاء يعني منذ 2005 قام بانشاء المعهد الوطني للادله الجنائيه وعلم الاجرام، والذي يتوفر على دوائر مختلفه منها دائره البيئه ودائره السموم. يتم تدار من طرف خبراء متخصصين في المجال، تلقوا تكوينا جامعيا داخل الوطن وخارج الوطن، بالإضافة إلى إنشاء فرق لحماية البيئة. في سابقا كانت عبارة عن خلايا جهوية، تم تنصيبها في مناطق التي تشهد نشاط واعتداءات كبيرة على البيئة، على غرار مدينة عنابة، الجزائر، ورقلة ووهران. إلا أنه المتطلبات العملياتية تم تطوير هذه الخلايا إلى فرق، على مصاف الفرق الإقليمية. هي فرق متخصصة في مجال البيئة، تتكون من أفراد تلقوا تكوينا خاص في مجال البيئة في كيفية استعمال أجهزة القياسات، سواء الهواء أو التربة أو المياه، بالإضافة إلى تقنيات رفع العينات وكيفية المحافظة عليها وإرسالها إلى المعهد الوطني كإثبات كدليل علمي. نعم. بالإضافة إلى من أجل مواكبة أيضا تطلعات وتوجهات السلطة العليا للبلاد، تم منذ 2022 إلى برمجة تكوينات في مجال تقني مسرح الجريمة حرائق الغابات، وذلك بالطبع بالتنسيق مع شركائنا مصالح الغابات وكذلك الحماية المدنية. نعم. والآن رانا في الدفعة الثانية من التقنيين. جيد، بالحديث عن التقنيين والدفعة الثانية وأيضا التكوينات، نتحدث أيضا عن مساهمة التكنولوجيا الحديثة وأيضا الرقمنة للحد من مختلف هذه الاعتداءات على البيئة وأيضا الصحة الحيوانية. بالطبع الدرك الوطني يعني بصفته دائما شريك فعال، يتوفر أيضا على لديه آليات في هذا المجال من خلال المصلحة المركزية للتحريات السيبرانية، والتي تقوم بدوريات سيبرانية التحري حول كل ما من شأنه المساس بالبيئة وإرسالها إلى الوحدات العملياتية في الميدان، بالإضافة أيضا إلى أن الدرك الوطني تضع في للمواطن الرابط الإلكتروني ppgn.mdn.dz، بالإضافة إلى الرقم الأخضر في هذا المجال. نعم، حتى أن مستوى ربما ثقافة التبليغ أيضا ارتفعت في هذه الأونة الأخيرة، وهذا راجع لثقافة وأهمية يعني التبليغ ضد هذه الجرائم يعني الغير سلبية كما ذكرت. بالطبع هذا نشوفه الأكثر، يعني التبليغات تكون عن طريق التواصل الاجتماعي. صحيح، وأصبح الوعي المواطن يعني ارتفع مقارنة بالسنوات الماضية، ورانا يعني تأتي البلاغات على مستوى الدرك الوطني أو المستوى الوحدات، واللي تقوم تبليغ الوحدات للفرق الإقليمية للتنقل العين مكان من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية. جيد جيد، شكرا جزيلا لك أيضا المقدم جرفي لطفي، رئيس مكتب الشرطة الخاصة بقسم الوقاية والأمن العمومي لقيادة الدرك الوطني عن كل هذه التوضيحات. شكرا شكرا لتلبية الدعوة. إذن مشاهدينا فاصل ثم لنعود.